بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده إن شاء الله المحاضرة الرابعة في مادة الإنتاج، هنتكلم عن الكاستنج اللي هي عمليات السباكة. فالميتال كاستنج ديفينيشن إن إحنا يعتبر بنحصل على الشكل اللي إحنا عايزينه عن طريق إن إحنا بنصهر الميتال اللي هيتصنع منه البارت to be produced. بعد ما الميتال بتاعي بيتصهر بنحطه في الفورم فيرنس في temperature أكبر من الميلتينج بوينت بتاعت الماتيريال. يعني فور اكزامبل لو احنا شغالين على الكاست ايرون والميلتينج تمبريتشر بتاعته 1200 ديجري سيلسيوس، فاحنا محتاجين ان احنا نشغل الفرن اللي عندنا يعني على الأقل 10% زيادة، يبقى في حدود مثلا 1300 ل 1350 ديجري سيلسيوس، بحيث يبقى المعدن ليه فلويديتي عالية. بعد كده الميتال بقى في ليكويد فيز، then it will be poured in a cavity، فبنصبه في قالب. القالب دوت بيبقى فيه فراغ ليه نفس الجيومتري الدايمنشن قريبة من الدايمنشن بتاعت part to be produced، مع مراعاة إن أنا دلوقتي لو بصب مثلا for example سلندر المفروض الديامتر بتاعها ب 20 مللي واللينس مثلا 50 مللي، ففي الحالة ديت ما أجيش أعمل الكافيتي في حدود 20 مللي، لا لازم تبقى أكبر شوية، لازم أعمل حساب شرينكج إن الميتال بعد ما هيتصب في الكافيتي هيحصل شرينكج، وبالتالي فانا لازم اكون عامل حساب الالاونس سماحيات بضيفها على الاطوال اللي عندي. نفس الكلام الطول، ما اجيش اعمل الكافيتي اللي عندي اللينس بتاعها 50 مللي على قد الهايت بتاع السلندر، لا لازم ازود عليها. طبعا في الاونسز كتير بتتحط بنضيفها على الدايمنشنز اللي عندي، فور اكزامبل زي الماشيننج، بمعنى ان الكاستنج بيبقى البارت في حاله الساند كاستنج بتبقى السيرفس رفنس بتاعته يعني خشونه السطح بتاعته عليه، فبحتاج ان انا انعم السطح دوت، ممكن اعمل له عمليات ماشيننج، فاعمل حسابي ان ممكن يبقى فيه نص ملي او ملي هيتم ازالته، فبعمل ماتيريال ريموفال باي ماشيننج عن طريق عمليات الماشيننج اللي هنعرفها في المحاضرات الجاية إن شاء الله. دلوقتي بقى الميتال كاستنج، نعمل عملية ميلتينج للميتال اللي احنا هنصنع منه البارت، بعد كده بيتصب في قالب، القالب ده اسمه مولد، وبيبقى في عندنا كافيتي جوه المولد، الكافيتي ديت ليها نفس الجيومتري بس الدايمنشن بتاعتها بتبقى أكبر من الدايمنشنز بتاعت البارت اللي احنا عايزين احصل عليه. زي ما قلنا بيبقى في عندنا allowances ممكن تبقى للماشينينج، ممكن تبقى للشرينكج، نعمل حساب الانكماش بتاع البارت اللي احنا بنصبه، ان البارت دوت بعد عمليه solidification هيحصل له شرينكج، وخلاص بعد ما البارت بيحصل له solidification احنا كده حصلت عليه. دي بعض الاكزامبلز للبارتس اللي تم تصنيعها عن طريق عمليات السباكة. أشهر نوع من أنواع السباكة هي الساند كاستنج أو سباكة الرمل. في الحالة دي أنا بعمل المولد اللي عندي مولد كافيتي، القالب بيبقى مصنوع من الرمل، بس طبعا مش هينفع نقول إن إحنا بنجيب رمل زي الرمل اللي موجود مثلا على الشط، لا ده احنا بنجيب رمل بمواصفات معينه بيتم اضافه بعض الاديتيفز للرمل دوت بحيث ان هو يبقى ليه سترينث كويسه. يعني مثلا لو احنا قاعدين على الشط وجيت مثلا تعمل شكل بالرمل، فانت من نفسك هتلاقي بتحاول انت تضيف شويه ميه للرمل عشان خاطر لما تيجي تعمل الشكل يبقى فيه تماسك ويبقى بيستحمل شوية إن أنت تبدأ تعمل الشكل
اللي انت عايز تعمله بره. فنفس الكلام احنا الساند كاستنج احنا بنستخدم ناتشرال اور سينثيتك ساند بحيث ان هو يستحمل درجة الحرارة بتاعة المعدن المنصهر اللي احنا بنصبه جوه الكافيتي. في الغالب بتبقى الرمل بتاعنا سيليكا. الساند نفسه بيبقى ليه جرينز وحبيبات. ما ينفعش اروح اجيب حبيبات كبيرة، نجيبها سمول، يعني نحاول نيجي مثلا نجيب منخل ننخل الرمل اللي عندنا بحيث ان احنا بنوصل لسايز معين، هو ده السايز المطلوب ان احنا نحصل عليه. فما ينفعش اجيب رمل الجرينز بتاعته كبيرة، مهما حاولت ان انا اضيف له اضافات بحيث ان هو يكون متماسك فده مش هيبقى برضو مجدي. فبنجيب سايز معين، يبقى في عندنا مناخل المنخل ده بنخل فيه الرمل بحيث ان انا اوصل لايه السايز المطلوب، بيبقى ليه درجات بالمايكرون او بالمليمتر على حسب الديزاين بتاعنا. فالجرينز قلنا لازم تكون صغيره، الجرينز بتاعه الرمل نفسه بحيث ان هو يبقى مور دنس. هاويفر برضو في نفس الوقت ما ينفعش ان انا اجيبها حبيبات مثلا زي الرمل زي التراب مثلا، يعني جينا بصينا على التراب هنلاقي ان الذرات بتاعه التراب او الحجم بتاعها صغير جدا. فديت لو انا جيت صبيت جواها مولتن ميتال هاي تمبريتشر فممكن يحصل اكسبلوجن للمولد. نتيجة ايه؟ ان المفروض في جازز لازم تطلع من الميتال المولت الميتال اللي عندي، لازم يكون في مخرج للجازز اللي بتخرج من البارت اللي انا صبيته اثناء عملية السوليديفيكيشن. فاحنا لازم الجرينز بتاعنا الجرينز بتاعت الرمل اللي عندنا برضو تكون لارج انف تو الاو gases formed during the metal pouring to scale. أنواع الساند اللي احنا ممكن نشوفها، في عندنا حاجة اسمها green sand و dry sand facing sand core sand. الجرين sand اللي هي الرملة الخضراء، الرملة الخضراء ديت بتبقى نسبة الكلي فيها from 18 to 30% ونسبة water from 6 to 8%. هي بتتميز ان هي بورس يعني مسامية، بحيث ان اثناء عملية صب في المولتن ميتال الجازز تلاقي مخرج ليها عشان تخرج خارج المولد بتاعنا بحيث ان نحافظ على المولد من غير ما يحصل له دامج. بس مشكلة الجرين ساند بتبقى ويك، يعني ما هياش قوية. And used for all ferrous and non-ferrous metal in small and medium size. ما أقدرش أنا أستخدمها في large size. ال dry sand بقى اللي هي الرمل اللي إحنا متحمصة دي بتبقى dried or packed، يعني تم إزالة نسبة ال water اللي فيها، بتبقى نسبة ال water اللي موجودة في الرملة دي بتبقى أقل شوية من ال green sand. أو إن إحنا عملنا لها باكينج. يعني إيه باكينج؟ يعني حطينا مثلا الرملة ديت حطيناها عند درجات حرارة عالية شوية داخل أفران بحيث إن إحنا نتخلص من الووتر فيبر اللي موجود فيها. بنستخدم الدراي ساند في حالة اللارج كاستنج. طيب الرملة بتاعتنا المول اللي إحنا بنعمله القالب دوت بيبقى فيه أجزاء هي اللي بتعمل كونتاكت مع المولت ميتال اللي هي بتبقى موجودة على الكافيتي، وفي أجزاء بتبقى بعيدة عن الكافيتي. فأنا دايما بحاول أحرص على إن الفيسنج ساند ديت الرملة اللي هي المفروض بتبقى مواجهة للمولت ميتال وتبقى موجودة على الهيدج بتاع الكافيتي بتاعنا. بتتميز بالفيسنج ساند إن هي ليها هاي سترينث أند refractoriness، تبقى مصنوعة من silica sand and clay and different forms of carbon are used. It forms the face of the mold. المولد بتاعنا
القالب بيبقى فيه أجزاء اللي هي بتبقى عاملة كونتاكت مع المولتن ميتال، ديت تبقى مصنوعة من فيسينج ساند اللي هي الخصائص بتاعتها زي ما مكتوب هناك. طيب الكور ساند دلوقتي لو احنا صبينا، لو عملنا الكافيتي بتاعتنا وجينا صبينا فيها المولتن ميتال، فكل الأشكال اللي هتطلع عندي تبقى أشكال سوليد، مش هينفع إن أنا أعمل فيها هول. فلو أنا عايز أعمل هولو بارتس، أجزاء مفرغة يعني زي السلندر، بدل ما تبقى سوليد سلندر بقى إحنا ممكن نعمل بايب ماسورة. الماسورة ديت المفروض السنتر بتاعها بيبقى هولو. ففي الحالة ديت بضطر إن أنا أحط حاجة اسمها كور ساند، يبقى أنا في عندي بارت اسمه كور، يبقى الكور دوت فايدته إيه؟ إن أنا بحطه في السنتر أو في الأماكن اللي أنا عايز يكون فيها هولز، بحيث إن الرملة ديت بتاعت الكور ومصنوعة من السيليكا ساند ميكسد ويز كور أويل أند أذر بايندينج ماتيريالز، بنستخدمها عشان نعمل منها الكورز. وقلنا الكورز ده الكور ديت فايدتها ايه؟ ان احنا بنعمل بيها الفورو بارتس. في عندنا دلوقتي عشان خاطر ابدا اعمل القالب اللي هو المولد مصنوع من الرمل، محتاج ان انا الاول احط الرمل دوت في مولدنج بوكس او اسمه فلاسك. الفلاسك دوت ممكن يبقى مصنوع من الخشب اور كاست ايرون اور ستيل، بيبقى عبارة عن جزئين، جزء أمامي أو جزء علوي وجزء سفلي. الجزء العلوي ده بنسميه كوب والجزء السفلي بنسميه تراك، اللي هو ده الشكل بتاعه. المفروض ده كده الفلاسك. ده فايدته إيه يا باشمهندسين؟ إن إحنا بنحط الرمل جواه بحيث إن بعد عملية دك الرمل، الرمل يبقى خلاص كده واخد يعني الشكل بتاع البوكس اللي بقى اتجمع جواه جوه الفلاسك او المولدنج بوكس. طيب يبقى انا دلوقتي لو بصينا في الشكل اللي هنا ده، المفروض بنجمع الرمل بنحط جوه الرمل دوت باتر، ممكن يبقى مصنوع من الود او ممكن يبقى مصنوع من الستيل او الالومنيوم. في الغالب بيصنع من الخشب، يبقى النموذج الخشبي بتاعنا اللي هو الودن باتر المفروض بحطه جوه الرمل، وببدأ اعمل عملية دك للرمل حوالين الباتر. وبعد ما يكون خلاص الرمل ملأ المولدنج بوكس، اقدر ان انا اخرج الباتر بتاعي اللي هو مصنوع من الخشب، بحيث ان يبقى موجود جوه الرمل دوت بقى الايه، المولد كافيتي اللي هي المفروض الجيومتري بتاع البارت اللي انا عايز احصل عليه. قلنا من شويه ان الفلاسك بيتكون من جزئين، الجزء العلوي اللي هو بنسميه الكوب، والجزء السفلي احنا بنسميه دراج. فده شكل التو فلاسكس. فده كده المفروض انه الدراج، وده كده الكوب. طيب لو بصينا دلوقتي كده هنلاقي ان الجزئين بتوع الفلاسك كل واحد لوحده، جمعت حتى الباترن لما جيت اصنعه النموذج الخشبي بتاعي، عملته من جزئين، جزء بيتحط فيه الكوب وجزء بيتحط فيه الدراك، بحيث ان احنا بعد قلنا عمليه دك رمل بنعمل ريموفنج للودن باتر اللي عندي، فبحيث ان ده كده المولد كافيتي. طب انا عشان خاطر اقدر اني اصب المولد المولتن ميتال بتاعي بحيث انه يدخل جوه الكافيتي ديت، محتاج ان انا اعمل رانرز او مجاري يجري فيها المولتن ميتال عشان يبدا يملا الكافيتي. بمعنى ايه؟ ان احنا هنا كده لو جينا بصينا لشكل البارت بتاعي بعد عمليه السوليديفيكيشن، بيبقى في عندي حاجه اسمها بورينج بيزن، بدوت كده البيزن اللي بيتجمع فيه المولتن ميتال اثناء عمليه الصب. طب انا هصب بايه؟ واروح اجيب حاجه اسمها لادل، الفورم اللي عندي بصهر فيه المولتن، بصهر فيه الميتال بتاعي بقى مولتن ميتال، بروح جايب اللادل بنسميها البتئه الوسيطه،
يعني كأنها زي المغرفة كده، بشيل بيها المولتن ميتال من الفرن، خلاص هي اتصهرت عندي. فعن طريق اللادل كالبودرة البسيطة ديت ببدأ أصب المولتن ميتال جوه الكافيتي. بس عشان قلنا نوصل للكافيتي محتاج إن أنا أعمل بقى إيه، بورينج بيزن وسبرو. السبرو ديت هي المجاري اللي هيبدأ يتحرك فيها المولتن ميتال. ده بيبقى في الموجود فين؟ موجود في الدراك اللي هو الجزء العلوي من الفلاسك. بعد كده بعد ما بوصل على السنتر، لو خدنا بالنا احنا قلنا ان الكوب والدراك دول جزئين، لما بييجوا يتجمعوا مع بعض فبيبقى في عندي لاين مشترك ما بينهم بنسميه بارتنج لاين. البارتنج لاين اللي هو موجود هنا كده، ده انا بعد ما جمعت الكوب والدراك، فالبارتنج لاين دوت بيبقى موجود تحت منه هنا كده الرانرز بتاعتي اللي بيتحرك فيها المولتن ميتال. بعد كده بعمل جيتس توصيلات للكافيتي بحيث ان المولتن ميتال يملأ الكافيتي دي. طيب لو اخدنا بالنا في عندنا حاجه اسمها رايزر. الرايزر دوت فايدته ايه؟ ده بيبقى كافيتي زياده اكبر من الكافيتي بتاعت البارت اللي عندي، بحيث ان انا بعد ما املأ، بعد ما الميتال ينزل يملأ المولد كافيتي اللي عندي، عايز ان الميتال ده هيحصل له شرينكج، هيبدأ ينكمش، فمحتاج ان انا اصب مولتن ميتال بزياده فبيطلع فيه الرايزر. وبعد كده الرايزر دوت لما المعدن بتاعنا بيبدأ يبرد بيحصل له سوديفيكيشن، فالميتال المولتن ميتال اللي موجود في الرايزر بيبدأ ينزل لتحت عشان خاطر يملأ اي مكان بيحصل فيه شرينكج، عشان خاطر اتجنب ان البارت اللي طالع من الكاستنج يكون فيه ديفكتس، زي ان هو الشكل بتاعنا ما هوش مكتمل، ده في اجزاء المعدن بعد ما حصل له شرينكج فبدا شكل البارت اللي خارج ممكن يبقى فيه ديفكت ان الجزء دوت ما هوش مكتمل. فبنعمل ايه للحل دوت؟ ان احنا بنزود كافيتي في الكوب، الكافيتي دي بنسميها رايزر. والرايزر ده فائدته ايه؟ ان هو works as a reservoir، بيعتبر ده خزان للمولتن ميتال during the solidification of the metal، ودوت المفروض الكاستنج بتاع الشكل بتاع السلك. طبعا لو انا محتاج اني اعمل هول جوه البارت اللي عندي، فممكن اروح احط، قلنا من شويه، حاجه اسمها ايه، كور. فالكور ده بيبقى مصنوع من الرمل برضه، بحيث ان المولتن ميتال يبدا يملى حواليه كل الكافيتي، المولد كافيتي اللي عندي. وبعد كده ببدا بعد عمليه سوليديفيكيشن بكسر الكور اللي عندي ده اللي هو مصنوع من الرمل، وبالتالي المعدن مش هيكون دخل مكان الكور وبيطلع عندنا الشكل بيبقى كله. ده كده برضه شكل بيوضح عمليات ان انا ازاي املى الفلاسك اللي عندي بالرمل وبحط الباترن. فده كده الدراج، ده شكل الباترن. قلنا الباترن بيبقى مصنوع من جزئين، جزء بيتحط فيه الكوب وجزء بيتحط فيه الدراج. الدراج بتاعنا بعد ما دكينا الرمل بدأنا نجمعه مع الكوب. ولو خدنا بالنا هنا كده في حاجة اسمها سبروبن. السبروبن ديت المفروض هتبقى موجودة أثناء عملية دك الرمل، وبعد كده هشيل السبروبن ديت بعد ما الرمل يتدك، فيبقى في موجود مكانها كافيتي، بحيث إن بعد لما أجي أصب المولتن ميتال تنزل عن طريق السبرو اللي إحنا جوفناها في الرمل. فدوت هنا كده بعد ما حطينا الرمل، فالمفروض ده هنا بورينج بيزن اللي هنصب منه المولتن ميتال ينزل في السبرو. بعد كده على البارتنج لاين، قلنا ايه هو البارتنج لاين ده؟ ده الفاصل ما بين الكوب والدراج. هنلاقي في عندنا رانر، وبعد كده في جيتس بتوصل للمولد كافيتي. فطبعا ده الشكل بتاعنا قبل ما نشيل الباترن ولا السبرو بن. بعد ما شلناهم فكل ديت بقت كافيتيز. لو خدنا بالنا هنا بنعمل فينتس. فينتس دي اللي هي بنسميها النفس. النفس ده فائدته ايه؟ عشان خاطر المولتن ميتال ده بيبقى في درجات حراره مرتفعه، ففي كميه جاز عايزه تخرج من المولتن ميتال دوت اثناء عمليه السوليديفيكيشن، فبيبقى في عندنا
بنجيب سلك نفس، ده بيبقى عبارة عن سلك وبنخرم بيه المولد بحيث إن الجاز escape from these vents during the solidification process. هنا كده بقى المولد الميتال بدأت أصبه، تمام. ممكن الرايزر يبقى موجود هنا على حسب الديزاين بتاعه، ممكن يبقى موجود فوق البارت بتاعنا اللي احنا نصبه. طبعا الرايزر ده بيبقى ليه ديزاين لوحده، مش هندرسه يعني التفاصيل بتاعته الليفل بتاعنا، بس ندرسه في year 1 or year 2 ميكانيكال انجينير. بس احنا ناخد مسائل بسيطه عنه في المحاضره الجايه ان شاء الله. ده طبعا الرايزر قلنا فائدته ايه. الرايزر ان هو works as reservoir of molten metal بحيث ان هو بيعمل عمليه امداد للمعدن المنصهر للبارت اللي عندي. كل ما يحصل جزء بيحصل بيبرد فبيبدا يحصل شرينكج، فنلاقي المولتن ميتال بيبدا ينزل من الريزرفوار عشان يملا المولد كافيتي اللي عندي. البارتس اوف ساند مولد، احنا قلنا ان المولد بتاعنا is made of two parts. The top half is called cube and the bottom part is called drag. المولد كافيتي ديت المفروض اتكونت ازاي؟ عن طريق الباتر، حطيناه جوه الرمل ودكينا الرمل كويس حوالين الباتر، وبعد كده شلنا الباتر من اللي عندي فبتكون المولد كافيتي. ده ذا جاب بتوين ذا تو بارتس اوف ذا فلاسك. ذا جيومتري اوف ذا باتر، الشكل الهندسي بتاعنا بيبقى ذا شيب، يعني دي نفس ذا شيب اوف ذا باتر از ايدنتيكال تو ذا شيب اوف ذا برودكت. طب بالنسبه للدايمنشنز، لا احنا بنزود شويه في الدايمنشنز بتاعت الباترن بحيث ان بعد ما يحصل عمليه سوليديفيكيشن ما يبقاش في فرق كبير ما بين البارت اللي انا عايزه. مثلا لو انا عايز بارت ديامتر بتاعه قلنا 20 مللي، لو انا عملت الباترن 20 بالظبط ممكن بعد عمليه سوليديفيكيشن الاقي البرودكت اللي خارج 19.5 ملم، فبنزود شويه اللاونسز. البورينج كاب ده توب اوف ذا فانل اللي هو المفروض بنسميه بورينج كاب او بورينج بيزن اللي احنا بنتجمع فيه المولتن ميتال اللي بيتصب من اللاتر. السبرو يبقى ده عباره عن كون بارت شكل مخروطي بايب شيبت نيك اوف ذا فانل بحيث ان ليكويد ميتال سبورت into the pouring cup and flows down through the sprue. The runners دي تبقى horizontal channels موجودة على parting line. Connect the bottom of the sprue to the mold cavity. يبقى المتر بتاعنا بعد ما هينزل هيتصب في البورينج كاب هينزل في السبرو، بعد كده بيبدأ يتحرك بشكل horizontal عن طريق الرانرز. الجيتس اللي هي الريجن وير اني رانر جوين وذ ذا كافيتي اللي هي موجوده في نيتشون سي موجوده هنا كده برضه تبقى هوريزونتال، وهي ديت اللي بتاخد من الرانرز وتدي للمولد كافيتي. قلنا بقى الكور ديت فائدتها ايه؟ ان احنا لو حبينا نعمل هولو بارتس بضطر ان انا استخدم كور، والكور ده بيبقى مصنوع من ايه؟ برضه من الرمل. وبعد عمليه السوليديفيكيشن بكسر الكور الموجود عندي هلاقي مكان موجود كافيتي. لو جينا عملنا كروس سيكشن للفلاسك اللي عندي وشفنا الديتيلز اللي موجوده جوه، فده فور اكزامبل البورينج كاب السبرو بيبقى في شكل كون مخروط. طب ليه بعمله في شكل مخروطي؟ بحيث ان الميتال لما يجي ينزل المفروض الاريا اللي عندي فوق كبيره والاريا اللي في النهايه تحت صغيره، طب دي هتساعد على ايه؟ تخلي المعدن يتحرك بسرعه اكبر، لان احنا في عندنا الرول بتقول الكونتينيوتي ايكويشن ان الاريا واحد في velocity 1 equal area 2 times v2، يعني السرعه بتاعت الميتال فوق هتبقى بطيئه بحيث، ولكن السرعة في نهاية الخروج من السبرو هتبقى أكبر على حسب بقى الريشيو. أنا عملت الأريا اللي فوق ب 10 ملم سكوير والأريا تحت 5 ملم سكوير، فالمفروض إن الفيلوستي تحت عند نهاية السبرو هتبقى ضعف الفيلوستي أثناء عملية بورينج.
طب ديت بتساعد في ايه؟ انا محتاج ان الميتال هو بيتصب فوق يبقى نزل بسرعه بطيئه عشان خاطر ما بوظش الرمله، ما يحصلش عندي الروجن في البورينج كاب، ان يعني المعدن بيبقى نازل مصاهر في درجات حراره عاليه، بيبقى في زي فرقعه كده بتحصل من الميتال، فاحنا عايزين نتجنب ان الرمل يحصل له فيلير، عايزين نتجنب ان يحصل انهيار، بحاول اصب بسرعه بطيئه. طيب انا عايز ازود السرعه تحت دي بحيث ان المعدن ينزل اسرع، وبالتالي احافظ على الفلويديتي بتاعته، ما ينزلش بطيء، ممكن يجي يتجمد مثلا في نهايه السبرو. لا، فاحنا عشان كده بنعمل سبرو بشكل مخروطي عشان ازود سرعته المعدن، وما يبقاش في عندي تيربلنت فلو. يعني لو سيبنا المعدن ينزل بنفس سرعته اللي موجوده فوق مع الاكسبلوجنز اللي عندي، فممكن نلاقي في عندنا تيربلنت فلو، بالتالي يحصل فلوجن اكتر بالسبرو، والرمل اللي عندي يبدا يختلط بالمعدن اللي نزل. ده البارتنج لاين الفاصل ما بين الكوب وما بين الدراج. بعد كده الرانر، قلنا هوريزونتال شانلز بتوصل لمين؟ للمولد كافيتي. الرايزر، احنا شفنا الرايزر موجود فين قبل البارت بتاع اللي احنا المولد كافيتي، ممكن يبقى موجود فوق المولد كافيتي، ممكن يبقى موجود بعد المولد كافيتي، ممكن يبقى عندي اكتر من رايزر، كل ده بيتوقف على السايز بتاع البارت اللي احنا بنشوفه. لو خدنا بالنا هنا في حاجه اسمها درافت. الدرافت ده فايدته ايه؟ ان باجي الدايمنشن بتاعي عشان اقدر اخرج البارت من الرمل، الباترن بتاعي من الرمل عشان ما يبوظش الرمل، لازم اعمل درافت الاونس، بيبقى فيه زي ميل، الميل ده بيبقى بزاويه فروم 1 تو 3 ديجري عشان خاطر اقدر اخرج الباترن نفسه من الرمل بسهوله من غير ما ابوظ الرمل الكافيتي اللي احنا عايزينها، المولد كافيتي. الكور دوت فايدته ايه يا باشمهندس؟ ان لما المعدن هيجي يملى المولد كافيتي، كل الاجزاء ديت هيحصل لها ايه؟ هتتملي بالمعدن، ولكن الكور بتاعنا هيبقى لسه مليان موجود فيه رمل، فالمعدن مش هيملاه، فبعد عمليه سوليفيكيشن بكسر الرمل دوت يبقى اتكون عندي كافيتي. فلو جينا بصينا بقى للشكل بتاعنا بتاع البارت اللي خارج، هيطلع بالمنظر اللي قصادنا ده. يبقى انا كل الاجزاء ديت حصل لها سوليديفيكيشن، فانا محتاج ان انا اعمل لها ترم، بعمل ترم للرايزر هنا، ترم للجيتس اللي هي وصلت لي الكاستنج، والاجزاء اللي عملنا لها ترم ديت بنحطها تاني في الفرن ونعمل لها عمليه ميلتنج ونرجع تاني نصبها وهكذا. تمام، يبقى كل السبروز والرانرز اللي عندي والجيتس كل والرايزرز كل دوت بيعملوا عمليه تريمينج بعد ما المعدن بيحصل له سوليديفيكيشن، وهي بتعمل لها اعاده صهر مره اخرى في الفرن. وده برضو اكزامبل تاني كده سريع، ان احنا عندنا البارت اللي احنا عايزين نعمله عباره عن كوع ماسوره، بنبدا بعمليه الرسم، بعد كده نروح نعمل ديزاين للباترن بحيث ان هو ياخد نفس شكل الجيومتري بتاعت البارت دوت، بس بنزود عليه بقى اللاونس زي ايه؟ زي شرينكج الاونس، زي الماشينج الاونس، زي الدفت الاونس اللي احنا لسه قايلينها عشان نقدر نخرج الباترن بسهوله من الرمل. ده كل ده بقى الخطوات بتاعتنا، ان احنا رحنا شكل زي دوت هولو، فمحتاج ان انا احط فيه كور بحيث ان الكور هو اللي يمنع تواجد الموتن ميتال في السنتر بتاع البايب اللي عندي. يعني دي بقى الخطوات بتاعتي فروم A تو ام، يعني بدأنا من الديزاين لغاية ما رحنا عملنا الباترن والكور، وبعد كده بدأنا ندق الرمل حوالين التو بارتس اوف ذا باترن، بعد كده عملنا عملية اكستروجن للباترن، اتخرعنا الباترن ديت، سوري اكستراكشن للباترن من الرمل، وبعد كده بعد ما لو خدنا بالنا الشكل رقم كي ده، احنا كده خلاص قفلنا التو بارتس اوف ذا فلاسك. ولو بصينا هنا كده ديت المفروض على سبيل المثال البورينج كاب بتاعنا، ممكن الفتحات هناك ديت تبقى رايزر. بعد كده نبدأ نعمل عمليه بورينج للمولتن ميتال عن طريق اللادل، وبعد عمليه سوليديفيكيشن لو خدنا بالنا هنلاقي هنا كده في تو رايزرز،
وهنا كده موجود الناحية اللي هناك دوت السبرو. كل دوت لازم يتعمل له عملية تريمينج وفي النهاية يطلع البارت بتاعي. يبقى ديت أشهر طريقة سباكة وأقدم طريقة سباكة اللي هي سباكة المعدن عن طريق القوالب الرملية. في عندنا طريقة تانية لطرق السباكة اللي هي الشيل مولد كاستنج، أو ممكن نسميها شيل مولدنج، بالعربي نسميها سباكة القشرة. سباكة القشرة ديت إيه البرودكتس اللي ممكن أشوفها مثلا بيتم تصنيعها من سباكة القشرة؟ زي الجزء بتاع المواتير بتاع الموتور سايكلز، الموتوسيكلات اللي إحنا في الشارع هنلاقي فيه جزء كده اللي هو بتاع الموتور، بيبقى مصنوع من الألومنيوم. ده بيتم تصنيعه عن طريق الشيل كاست أو الشيل. الطريقة بتاعت عملية الشيل مولد كاستنج، أنت كده الباترن بتاعي، الباترن دوت بيبقى ميد أوف ميتال، بيتم تصنيعه من المعدن، ممكن يبقى ألومنيوم ممكن يبقى ستيل. بس احنا مش هنصب المولتن ميتال بتاعنا على الباترن ده، لا، احنا بناخد الباترن وبنعمل له عملية ديبنج في سلاري، بيتكون عندنا كوتينج فوق الباترن، بحيث ان احنا بعد كده بنعمل عملية تحميص للسلاري او الكوتينج اللي موجود في فوق الباترن في فورم. بعد كده بنعمل عملية ايجكشن ل الشيل اللي بتتكون عندي فوق المولد. يعني خلاص دوت كده مثلا يعتبر الجزء مثلا الموجود في الشمال من البوكس بتاعي، ودوت ممكن يبقى الشكل اليمين بتاعي، بحيث ان ده باجي بعمل عملية جوينينج للبارتس بتاعي الشيل موت. لو احنا محتاجين نعمل كافيتي بروح اجيب كور احطه في البوزيشن بتاعه، سواء في السنتر او في الاماكن اللي احنا عايزين نمنع ان الميتال الموت الميتال يملاها عشان احصل على شكل هولو. بعد كده بعمل عملية بورنج للميتال، طبعا هيبقى لسه موجود في عندي شيل اللي هي القشرة، القشرة دي بيتم تكسيرها، بعمل بورينج بين افتر سوليديفيكيشن، بعمل نوك اوت ونخرج البارت اللي احنا صبناه. يبقى الخطوات بتاعت الشيل مولد كاستنج ان احنا في عندنا تو بيس باتر از ميد اوف ميتال المينيوم اور ستيل، بي بعد كده از هيتد تو بتوين 175 to 370 degrees Celsius and coated with a lubricant. اللوبريكانت دوت يعني فور اكزامبل هو ممكن يبقى سيليكون سبراي. بعد كده اتش هيتد هاف باترن از كفرد ويز ا ميكشر اوف ساند اور اند ا ثيرمو سيت بايندر. يبقى احنا بنحط قشرة كوتينج على الميتال باترن اللي عندي. القشرة اللي احنا عايزين نعملها ديت مصنوعة من الساند وسيرموسيت ريزين او ايبوكسي بايندر، زي مثلا قلنا قبل كده حاجة تشبه الأمير، بحيث ان احنا ناخد نعمل قشرة قوية حوالين الباترن اللي عندي. بس القشرة ديت ولسه محتاجه تتحمص تاني، تمام؟ يبقى البايندر اللي احنا بنضيفه اللي هو الريزن ده فايدته ايه؟ ان هو جلوز لاير اوف ساند تو ذا باترن فورمينج اشيل، فايدته ان هو بيخلي الساند تبقى مترابطه كويس حوالين الميتال باترن، بحيث ان احنا نعمل شيل طبقه. بناخد التجميعه الاسمبلي ديت بنحطها جوه الفيرنس از بيكت تو كيور ات، يبقى بنعمل لها عمليه تحميص جوه الفرن. بعد كده الميتال بتاعنا الميتال باترن بنشيله، بحيث ان احنا نكون عندنا تو هاف شيلز. الجزئين بتوع
القشرة دول اللي احنا كوناهم، المولد بتاعنا عبارة عن قشرة من الميتال، بنبدأ نجمعهم سواء joint together to form the mold. بعد كده بنحط الميتال، بنعمل عملية pouring، عملية صب في الكافيتي اللي موجودة عندنا. After solidification the shell is broken، بنبدأ نكسر القشرة اللي موجودة عندي to get the part. قلنا إيه أشهر حاجة ممكن تتصنع بسباكة القشرة؟ اللي هي المواتير بتاعت الموتور سايكل، اللي كلها متصنعة بطريقة سباكة في القشرة. في عندنا حاجة اسمها لوست فوم كاستنج. الباترن بقى بتاعنا بيبقى مصنوع من الفوم. طيب أنا لما أعمل الباترن من الفوم وآجي أصب عليه معدن بدرجات حرارة مرتفعة، الفوم بتاعنا دوت هيحصل له ايفابوريشن، بيبدأ يتبخر، ونلاقي المعدن مالى الكافيتي اللي موجود عندنا. فاللوست فوم كاستنج بروسيس الباترن از ديبت ان سلاري اوف ووتر اند كلي. احنا الباترن اللي عندنا بنحطه الاول في ووتر اند كلي عشان خاطر نعمل برضو عليه قشرة، ولكن ديت القشرة ديت مختلفة عن سباكة القشرة اللي كنا اتكلمنا عنها من شوية. سباكة القشرة اتكلمنا عنها من شوية، ديت القشرة بتتكون من رمل وريزن عشان خاطر يخلي الرمل متماسك حوالين الباترن اللي موجود عندي. انما دلوقتي لا، احنا الباترن بنغطسه في سلاري اوف ووتر اند كلي، بعد كده بنعمل عملية دراينج عشان نعمل نكون قشرة حوالين الباترن، ولكن القشره دي بتتكون زي ما قلنا من شويه من الووتر اند كلي. The shell covered pattern is placed in a container with sand. بحطها في زي اللي هو المولد بوكس او فلاسك اللي اتكلمنا عنه من شويه في سباكة الرمل، بحيث ان الرمل لما نيجي ندقه حوالين الشيل كفر باترن نلاقي ان احنا عملنا مولد كافيتي حوالين الشيل دي. الليكويد ميتال بعد كده بنعمل له عمليه بورينج فروم ا هول اون ا توب. يعني دلوقتي الشيل كفر باتر القشره اللي احنا كوناها دي بيبقى موجود فيها فتحه مباشره يتصب منها المولد ميتال، فاحنا مش بنعمل رانر ولا بنعمل جيتس في حاله اللوست فوم كاستنج. الفوم ايفابوريتس بيتبخر بعد لما المولتن ميتال بيتصب، وبالتالي فالمولتن ميتال بيملى الشيل الموجوده عندنا. Upon cooling and solidification the bar is removed by breaking the shell. مش عندنا رايزر رانرز اور كيتنج سيستم، ان احنا بنعمل عمليه بورنج للميتال من فتحه في الشيل كفر باتر. The process is used to manufacture بنصنع بيها ايه؟ اشهر حاجه الكرانك شافت. الكرانك شافت ديت اللي هي عواميد دوران اللي موجوده جوه المواتير الميكانيكيه اللي هي موجوده في العربيه او في الباص. يبقى في عندنا كرانك شافت. الكرانك شافت ديت بنعمل بيها ان احنا الحركة الروتيشنال موشن، حركة دورانية اللي بتطلع من نتيجة اللي أنا بنقلها للسيور اللي عندي. حركة دورانية بتيجي منين الأول؟ عن طريق غرفة الاحتراق اللي هي بيبقى موجود فيها بيستون داخل الموتور الميكانيكي، بتم عملية الاحتراق بيستونز دي بتتحرك، بنبدأ بعد كده الكرانك شافت يحول الحركة الخطية اللي عندي إلى حركة دورانية. ده كده شكل الفوم لوست فوم بروسيس أو بنسميها اكسبندبل مولد كاستنج. الباترن بتاعي مصنوع من الستريم وبنحطه حوالين الرمل، بندقه حوالين الباتر، وديت الفتحة اللي موجودة فوق بنصب منها المولتن ميتال، فهنلاقي البولسترين ماتيريال اللي هو الفوم بتاعنا بدأ يحصل له ايفابوريشن، وبالتالي
هنلاقي الموتر ميتر بيملأ الكافيتي الموجودة مكان الفوم اللي حصل له ايفابوريشن. البلاستر مولد كاستنج يعني دي بنسميها اللي هي السباكة في قوالب الجبس. المولد بتاعنا بيبقى عبارة عن وايت باودر ميكسينج فروم سيليكات الكالسيوم اند سيليكا فلور. السباكة في قوالب الجبس بتستحمل درجات لغاية 1200 درجة سيلسيوس، فدي درجة كويسة. This method is mainly used to make casting from non-ferrous metal such as zinc, copper, aluminum, and magnesium. Ceramic mold casting هو نفس الفكرة بتاعت plaster mold casting، بس المولد بتاعنا بدل ما يتصنع من سيليكات CaSO4 كاربيتات الكالسيوم، لا احنا هنصنع المولد بتاعنا من السيراميك. Like plaster mold casting except that ceramic material is used to make the batter. البروسيس دي يعني بتعمل ازاي؟ بتعمل ceramic mold casting. السيراميك slurry forms a shell over batter. بعد كده بنعمل عملية drying الأول in a low temperature oven or furnace. بنحط السلاري اللي هي المعجون بتاعنا أو الطبقة اللي كوناها فوق البتر، بندخل التجميع بتاعتنا ديت في فرن وبنبدأ نعمل عملية drawing at low temperature بحيث إن كل الووتر مثلا أو الأكاسيد اللي موجود عندي تطلع أو بخار الماء اللي موجود جوه السلاري بتاعنا تخرج الأول من السلاري. بعد كده نعمل عملية باكينج، عملية تحميص، إن إحنا نحط بقى السيراميك سلاري، بنحطها في درجات حرارة مرتفعة عشان نبدأ نعمل شيل طبقة حوالين الباتر، وبالتالي أي volatile substances أي مواد متطايرة بتبدأ تخرج بره الشل المصنوع من السيراميك. بعد كده الميتال is cast same as in plaster casting، نحن بنعمل نفس طريقة الصب في قوالب الجبس. الحاجات اللي بتتصنع منها السيراميك مولد كاستنج اللي هي impeller بليدز. الامبلر بليدز بتبقى موجودة في المواتير أو التربنات أو البامبس، بيبقى ده الشكل بتاعها بتاع الامبلرز. ده الباترن بتاعنا. بعد كده حطينا حواليه السلاري، بعد كده عملنا عملية heating at low temperature then heating at high temperature لغاية ما كوننا قشرة من السيراميك حوالين الباتر. بعد كده القشريات هي اللي احنا بنصب عليها المولتن ميتال بحيث ان البارت بتاعي زي الروترز بتطلع معانا بالشكل ده بعد عملية السباكة. Investment casting بنسميها السباكة الدقيقة أو سباكة الشمع. احنا قلنا مشكلة الكاستنج ان هو بيبقى فيه عملية شرينكج، بيبقى فيه عندي حاجة اسمها درافت الاونس ماشينج الاونس، فدايما الدايمنشنز بتاعتي ما بتبقاش فيري accurate، بيبقى فيه اختلافات شوية يعني accuracy، درجة الاكيورسي في الكاستنج ما بتبقاش as expected in machining أو or metal forming. ففي عندنا طريقة اسمها lost wax casting، دي بصنع منها الأجزاء الدقيقة. زي ايه مثلا؟ زي الدبلة اللي هي مصنوعة من الذهب او الفضة. الجماعة اللي شغالين في الساغة دول بيشتغلوا بطريقة post wax casting. طيب سباكة الشمع الخطوات بتاعتها ان احنا بنعمل wax pattern، يبقى النماذج اللي عندي مش هتتصنع من الخشب ولا هتتصنع من المتر، لا ده احنا هنصنعها من الشمع. بعد كده بحط النموذج اللي احنا عملناه الباترن اللي عملناه من الشمع ده، بنغطسه
في سلاري هي المفروض ان السلاري دي تبقى ريفراكتوري سلاري بحيث ان هي تستحمل بعد كده درجات حراره مرتفعه. وفايدتها ايه؟ ان انا بعد ما بغطس الباترن بتاعي في السلاري دي المفروض ان احنا عايزين لما نيجي نحط التجميع بتاعتنا ده جوه الفرن نلاقي السلاري دي عملت لنا شيل طبقه متحمصه ناشفه، والواكس اللي هو الشمع بتاعنا اللي جوه الشيل دي يحصل له ميلتنج، وبعد كده ارجع استخدمه تاني ان انا اعمل بيه واكس نيو واكس باتر. ف then the pattern assembly اللي هو بيبقى عباره عن شمع وفوقيه سلاري عجينه بتاعتنا بنحطهم في الفرن بحيث ان احنا نعمل ميلتنج للواكس، والسلاري اللي عندي تبدا تعمل شيل طبقه حوالين المفروض الواكس اللي هو حصل له ميلتنج. فخلاص انا كده عملت كافيتي، الكافيتي دي بقى بنبدا نصب فيها المولتن ميتال. طب بعد ما صب المولتن ميتال بيحصل له سولتيفيكيشن، الشيل اللي هي القشره اللي موجوده عندي ديت بيبقى بمجرد ان انا بعمل بخبط خبطات بسيطه على الكاستنج بعد سولتيفيكيشن فبلاقي القشره ديت كلها اتكسرت ويبقى ادي البارت اللي احنا عايزين نحصل عليه. فده كده شكل الشجره بتاعتي اللي بتبقى مصنوعة من الواكس بغطسها في سلاري، بعد كده بدخل التجميع ديت في الفرن بحيث ان الواكس يحصل له ميلتنج وارجع استخدمه تاني يبقى اتكون عندي قشرة. القشرة ديت بقى اللي احنا نيجي نصب المولتن ميتال بحيث ان هو ياخد نفس الجيومتري بتاعتها، بعد كده بكسر القشرة واحصل على البرود. من ضمن المنتجات اللي ممكن تطلع في اللوست واكس كاستنج اللي هي الناشينكا بتاعت الرشاشات او المسدسات دي برضو لازم تكون اجزاء دقيقه، فبيتم تصنيعها عن طريق الانفستمنت كاستنج. الاكزامبلز اللي احنا بنتكلم عليها لمعظم الحاجات اللي فاتت دايما نلاقي ان الباترن بتاعنا او المولد بتاعنا ممكن يتكسر بسهولة. يعني في حالة الساند كاستنج ممكن الرمل ما ينفعش استخدمه، الكافيتي بتاعتي مثلا في حالة انتاج كميات كبيرة نلاقي ان الباترن سوري المولد كافيتي بتاعتي بتتأثر في حالة الساند كاستنج من المولد الميتال اللي بيتضاف فيها، وممكن ان انا احتاج اكسر المولد بتاعي. من شويه اتكلمنا على اللوست واكس كاستنج، هنلاقي معظم الحاجات دي ان الباتر بتاعي بيتكسر او ان المولد بتاعي بيتكسر المولد كافيتي. كل دي طرق بنسميها تمبرارلي باترن او تمبرارلي مولد على حسب الميثود اللي احنا بنستخدمه. بس لو في عندنا بقى طريقه بنسميها بيرمننت مولد كاستنج، يبقى الحاله ديت المولد بتاعي بيبقى دائم، فما بصنعوش من الرمل، ما بصنعوش من قشره والقشره دي تتكسر، لا. في الحاله ديت the two halves of the mold are made of metal. For example cast iron or steel. فالكافيتي بتاعتي ديت بيتم حفرها عن طريق مثلا سبارك ماشيننج او في عندنا طرق من انواع الماشيننج تشغيل، نبدا نحفر جوه الميتال اللي عندي. يعني بجيب المولد من الميتال والكافيتي بتاعتي والرانرز والجيتنج سيستم كل ده بيعملوا عمليه ماشيننج، ان انا بعمل ميتال ريموفال من المولد بحيث ان المولد اللي عندي ده بيبقى مصنوع من الميتال، وبالتالي ده بنقدر احنا نستخدمه مرات كتير لان ده ميتال بقى مش رمل هيتكسر مع الوقت او قشره نخبط عليها نكسرها. بس ده بنستخدمه في حالة لما يكون في عندي ماس برودكشن، كميات كبيرة هبدأ إن أنا أنتجها، هروح بدل ما كل شوية أعمل مولد وأضيع وقت، لا إحنا بنروح نعمل المولد بتاعي من الميتال. طبعا المولد ده بيبقى سعره غالي جدا،
بس الميزة بتاعته إن هو في حالة الإنتاج الكمي بيغطي التكلفة بتاعة التصنيع. Before molding يعني قبل ما نبدأ نعمل عملية المولدينج، surface is covered with spray of graphite or silica. دي تعتبر lubricant. This improves the flow of the liquid metal حيث إن المعدن بتاعي هو في الحالة السائلة لما يجي يدخل جوه الكافيتي اللي موجودة فيه الميتال مول، يبقى فيه زي يعني ما يلزقوش في بعض بحيث ان احنا نقدر نخرج البارت بتاعه بسهولة. يبقى it allows the casted part to be withdrawn from the mold more easily. بصنع بيها ايه الطريقة ديت؟ البيستونز. البيستونز اللي هي موجودة على سبيل المثال في غرف الاحتراق بتاعت موتور العربية، السلندر هيدز and other parts made of low melting point metal. يعني دلوقتي لو عملت القالب بتاعي من الكاست ايرون، فالكاست ايرون هو اصلا بيحصل له melting at a temperature between 1200 to 1400 degrees Celsius. فما ينفعش ان انا اروح اصب مثلا ستيل في حاله البيرمننت مولد كاستنج، ما ينفعش الماتيريالز بتاعت البارت بتاعتي مصنوعه من الصلب. لا، بجيب ميتالز تكون الميلتنج تمبريتشر بتاعتها اقل من الميلتنج بوينت بتاعت الماتيريال اللي احنا صنعنا منها المولد. زي الكبر بونز المنيوم مغنيسيوم غالبا اللي هي النون فيروس ماتيريالز اور ميتالز. يبقى ده كده شكل البيرمننت مولد كاستنج ان الكافيتي بتاعتي دي تم حفرها عن طريق الماشينينج ميثودز داخل المولد اللي هو مصنوع من الميتال. عايزين نعمل كافيتي بنحط اور، بنعمل عمليه بورنج للميتال بحيث يملى الكافيتي. لو خدنا بالنا ان هنا في زي رام او بيستون بنسحب بيه الجزء اللي على الشمال بحيث نخرج بعد كده البارت، بيبقى فيه اجيكتورز اللي هي الطوارد، الطوارد بيطرد البارت بعد عمليه السولديفيكيشن. في عندنا بريشر داي كاستنج ممكن يتعمل بطريقتين، طريقه اسمها كولد تشامبر داي كاستنج اند هوت تشامبر داي كاستنج. طيب في حالة الكولد تشامبر داي كاستنج، ده شكل السكيماتيك دروينج للبروسيس بتاعت الكولد تشامبر. الفكرة اللي موجودة عندنا ان احنا بنستخدم بيستون عشان نضغط بيه المولتن ميتال، فده كده المكان اللي بنصب بيه، بنصب هنا كده المولتن ميتال، بعد ما يتصب بنبدا ان احنا نضغط عليه عن طريق بيستون بحيث ان المعدن بتاعنا يخش يملا الكافيتي. لو خدنا بالنا من الكافيتي اللي عندي ديت بنسميها بقى بدل ما بنسمي مولد بنسمي ايه عندنا؟ داي. دي الداي ديت برضه مقصود بيها القوالب، والقوالب ديت بتبقى برضه مصنوعه من الميتال. يبقى المولد كافيتي is made of special alloy heat resisting steel to ensure service life of the mold. يبقى المولد بتاعنا متصنع من الميتال. في حالة الكولد تشامبر بنستخدم بيستون عشان نضغط بيه الميتال اللي احنا بنصبه، وفي الغالب بنستخدم ميتال في درجات حرارة الميلتنج بوينت بتاعته بتبقى مرتفعة. طب في حالة إن الميتال اللي أنا بصبه درجات الميلتنج بتاعته قليلة على سبيل المثال 300 درجة مثلا زي الزنك، فأنا كده محتاج إن أنا لو جيت أصبه وأضغطه مش هيبقى ملائم لعملية الكولد تشامبر داي كاستنج، فبنعمل عملية الهوت تشامبر داي كاستنج بحيث إن أنا بيبقى في عندي اللدل اللي انا بنقل بيها المولتن ميتال
بيبقى فيه موجود عندنا فيها نوزل، بحيث ان لما اجي اضغط هنا كده بالبيستون نلاقي ان المولت ميتر بيتحرك عندنا اسرع. ممكن الهوت تشامبر قلنا ميزتها ان انا بستخدمها في حاله ان المولتن ميتال بتاعنا الميلتنج بوينت بتاعته تبقى منخفضه، فبنستخدم الهوت تشامبر داي كاستنج. لو خدنا بالنا هنا كده ده المفروض الداي بتاعنا بيبقى في واحد فيهم فيكسد، جزء اتثبت وفي عندنا جزء موفابل. الجزء الموفابل ده بعد ما بنحرك بعد عمليه سوليفيكيشن بنبدا نسحب الموفابل داي، وبيبقى في عندنا ايجكتورز بنبدا نخبط بيها على البارت بعد سوليفيكيشن بحيث ان احنا نخرج البارت بعد عمليه بعد ما يكون بيرتفع ان شاء الله.